هل يفهم من ورود الأحاديث في مقدار النصاب الموجب لحد السرقة مرة 3 دراهم، وفي الحديث وفي حديث آخر ربع دينار، أن 3 دراهم تساوي ربع دينار؟ قيل هذا، نعم، قيل الأصل ربع الدينار، والدراهم هذه تقويم لربع الدينار، وكان ربع الدينار آنذاك 3 دراهم، وقيل العكس، الأصل الفضة، الأصل الفضة وهي 3 دراهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجنن قيمته 3 دراهم. والخلاف في هذا أمره سهل، النصاب إما ربع دينار أو 3 دراهم، يخير بين الأمرين. نعم.